السلام عليكم ناس برجة الباك، معكم صابر في فيديو جديد. اليوم باش نتحدث على أحسن طريقة للمراجعة. أكثر الأسئلة اللي نجم يسألهم التلميذ الروح ولا الطالب ولا مهما كان، علاش ما نجمش نراجع؟ مش عارف منين نبدأ، نكره المادة هذه، ما نحبهاش يا معلم. نيت الموت قلت لك كان محسي ديبرسيون. الأسئلة هذا ما عادش تسألهم لروحك، ما تحاولش، ما تسألش روحك، ما عادش تسأل روحك كيفاش نبدأ ومنين نبدأ. ممكن تسأل الأسئلة هذا ما تحس روحك ضايع، ماكش عارف منين تبدأ كيفاش نبدأ. ما فهمش طريقة إنك كيفاش تبدأ، وينجم حد يقول لك على طريق كيف تبدأ. أنت لازمك تلقى الطريق، أنت لازم تلقى الميثود اللي باش تبدأ بيه. هذه حاجة تخصك أنت، لازمك أنت تعرف روحك كيفاه، تعرف الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تخليك تحس. دونك لازمك تلقى الميثود وحدك. منين نبدأ؟ منين نبدا؟ ما عندكش حاجه تنجم تبدا بها، تنجم تبدا منين تحب، تنجم تبدا بالفيزيك، تنجم تبدا بالمات، تنجم تبدا حتى بالعربيه، اي ماده، اي ماده تجي المخ تحب تبدا بها ابدا بها. وننصحكم تبدا بالمواد اللي تحبهم واللي تعشق، ابدا بهم تلقى روحك اوتوماتيكمون تتلانسا وتلقى روحك تريفز في الماتيارات الكل. باهي فهمنا فين الاسئله هذه. باهي السؤال اللي لازم انت تطرح الروح، ايش نحب نراجع؟ ايش لازمني نراجع؟ ايش نحب نراجع؟ كما قلنا تختار المواد اللي تحبهم، تختار المواد اللي حسنوا لك، اللي تحس يمسوك، اللي تحسهم يفرهدوك كي تعمل. فما عباد كي تقرا مثلا قصيده ترتاح، جمعت باكليتر ولا جمعت، ولا كي يقرا روايه بالانجليزيه ولا اي حكايه. مثلا فما جمعت باك مات كي يخدم اكزرسيس مات يرتاح، كي جمعت باك انفورماتيك كي يعمل ريزولوسيون تاع بروبليم معناها يرتاح. انت واش تحب؟ انت على خذيت الشعبه هذيك؟ انت على حبيت الشعبه هذيك؟ خذيت على سبب معين؟ ايش لازمني نراجع؟ السؤال هذا لازمك تسال روحك، ايش لازمني نراجع؟ انت كتلميذ عندك دفوار بعد الجمعة، مفروض عليك انك تراجعها الماتيريال هذيك. طيب لازمك تراجعها ولازمك تبدا فيها، وبشوي بشوي تنجح فيها وتنجم انك تتجاوزها وتكون جيد فيها. طريقه، احسن طريقه باش تريفز، احسن طريقه انك باش تريفز ماده معينه. نبدا مره اقرا الدرس مره واحده، افهم العناوين بالبدا، افهم الدرس علاش يحكي، ميسالش اكتبهم قدامك، اكتب كل عنوان تقراه، كل تيتر وسو تيتر اكتبه في ورقه، اكتبهم الكل. بعد ما قريت الدرس، قريت الدرس تاونتي، طيب نجي في ورقة أخرى نكتب العنوان الكبير وتحت العنوان الصغير السوتيتر متاع، نكتب إيش فهمت من الفقرة هذيك من المرة الأولى اللي قريت، نكتب إيش نتذكر من اللي فهمه لي البروف في الكلاس، نكتب من الحاجات اللي هما لتوا كي اللي عندي من قبل واللي لمدهم ما نعرفش من الانترنت من فيديو قالهم لي صاحبي قريت عليهم في كتاب مهما يكون المصدر متاعه، نكتبهم اي معلومه تجي المخ. طيب عملت هذا الكل، تو نجو اش نعمل؟ قسم الدرس الى اجزاء، قسم الدرس قد ما تنجم، اصغر جزء ديما قسم 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 كيما البيز باش تنجم تركبها فيها اجزاء صغيره، كل جزء تحطه بعد جزء جزء بعد جزء بعد جزء لين يكمل البيز. انت اعمل هيك كل مره، قسم حاجه، قسم الدرس لحاجه صغيره واصغر واصغر واصغر، وبعد ابدا ركب، في الاخر تلقى الصوره كامله. ب حاجه اخرى، حاول تكتب القواعد والتعريف والحجج في ورق صغار، تيك دونوت، اكتبهم وعلقهم قدامك، ولا اكتبهم في ورقه كبيره وعلقها قدامك بلاصه ديما تراه، تنوض الصباح تراه، كي تجي باش ترقد تراه، كي تجي خارج من البيت تراه، كي تجي ماشي تراه، باش وين تراها تقراهم هذاك وتبقى في مخك المعلوم، خاطر الممارسه هي اللي تخلي لك المعلوم في مخك. حاول تستعمل نموذج الحفظ، كيفاه؟ اربط كل عنوان بحدث معين، بشخصيه، صاحبك، بروفك، ولد كلاسك، شخصيه اسطوريه، صور متحركه، انيم، ممثل، فنان، اللي هو اللي يجي مخ، اربطه بيه، باش انت كي تبدا في الدفور في ساعه تتذكر الموضوع هذاك، في ساعه بالشخصيه ذاك العنوان هذاك تتذكر الموضوع في شيء. نموذج الحفظ يكون متسلسل، تبدا بشوي، تبدا من المعلومه المهمه معناها المعلومه الجنرال العامه للمعلومه الخاصه معناها تقسمهم بشوي بشوي بشوي، تحاول كل واحدة ترسم قدامها سامبول، تعمل تكتب قدامها، تعاود تكتبها، تعاود تكتب قدامها جملة، تعمل أي حكاية، أي حكاية تريحك، مثلا سامبول تنجم تحفظ بيه، تصويرات تنجم تحفظ بها، أي طريق، أي طريقة تلقى تساعد. حاجة أخرى واللي حكيت عليها، التكرار التكرار التكرار. فما ماتيريال نتاع حفظ، ما تقوليش ما فماش ماتيريال لازمني نفهم، لازمك تحفظ، فما ماتيريال لازمك تحفظ، تصير القواعد في المات، فما قواعد في المات لازمك تحفظهم، ما عندكش حل، لازمك تحفظ، فما ماتيريال لازمك تفهم، مثال، لازمك تفهم الديمونستراسيون تاع الحاجة هذيك، إنك فهمت الديمونستراسيون، فهمت الديمونستراسيون صحيح ما عادش مستحق إنك تحفظها الحاجة هذيك، هذاك الحاجة لازمك تفهم، فما ساعات لازمك تفهم، ساعات لازمك تحفظ.
حاجه هذه لازم الناس كل تفهمها، ما تقوليش راهو لازمني نفهموني ما نجمش نعرف. لهنا في الفيديو استنونا في فيديوهات اخرين، فيديو جاي باش يكون كيفاه تنجم تتقن اي لغه طريقه سهله للغايه وفي مده وجيزه، شخصيا استعملتها ونجحت معي في اللغه الالمانيه. استنونا في الحلقه الجايه، الى اللقاء.